مرة ثانية في ظرف أقل من سنة أحظى بالتكريم، وهذا مصدر فخر واعتزاز لي كصحفية وإعلامية بالقناة الأولى. سعيدة جدا أن أكون ضمن المكرمات في ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي، إلى جانب نخبة من النساء اللواتي بصمن على مسار مهني متميز معرفيا وفكريا. ليلة الوفاء هي اليوم في دورة جديدة كنتمنى لها الاستمرارية، وكنتمنى يتكرروا مثل هذه التظاهرات لأنها كتساهم في التعريف بالكفاءات النسائية بالمغرب، واللي كتشتغل بكل تفان من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. بالمناسبة لابد أن أتقدم بالشكر للفعاليات الإعلامية والجمعوية التي ساهمت في تنظيم هذه الأمسية، وعلى رأسهم السيد عبد العزيز ملوك. أتقدم بالشكر أيضا إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل على دعمها لهذه التظاهرة، وأتقدم بالشكر أيضا إلى مسرح محمد الخامس بالرباط الذي يستضيفنا في هذه الأمسية. شكرا لكم أنتم الإعلاميون الذين تساهمون في نقل الخبر ونقل الصورة، وكما قلت هذا مصدر فخر ومصدر اعتزاز، ونتمنى مثل هذه التظاهرات تكرر كل سنة إن شاء الله.